المزيد ينضم إلينا من زاباروجيا مفادنا عبد الجليل بردودي. عبد الجليل، يعني القوات الروسية تسيطر على نصف مدينة سيفرودونيسك، وأيضا هناك تطور مهم، مغادرة أول سفينة شحن روسية تحمل معادن من ميناء ماريوبول. نعم فيصل، كما قلت فقد سيطرت القوات الروسية على نصف المدينة، وهو ما أكده أيضا رئيس الإدارة العسكرية في لوهانسك ألكسندر ستيريوك، والذي قال أن القوات الروسية تستولي على نصف منطقة سيفيرودونيسك، وقال أيضا أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن المدينة. فيصل، سيفيرودونيسك أصبحت النقطة المحورية للقتال في دونباس خلال الأسابيع الأخيرة، هذا بالنسبة إلى الشمال الشرقي. أما بالنسبة للجنوب الشرقي وخاصة في أقصى الحدود أو حدود محافظة زاباروجيا مع دونيسك، فإن القوات الروسية تواصل الضغط وتواصل الهجومات في هذه المنطقة الشرقية، في حين تستميت القوات الأوكرانية في الدفاع عنها، وهذا رغم حصولهم على بعض الأسلحة من الدول الغربية، حيث أكد لنا المكلف بالإعلام في الجيش الأوكراني في منطقة الشرق بأنهم تحصلوا على مجموعة من الأسلحة وأنهم بصدد استعمالها من أجل الدفاع عن الشرق، شرق زاباروجيا. وإذا تحصلت القوات الروسية على شرق زاباروجيا، بما أنها لحد الآن تسيطر على 80% من المحافظة، فسيسمح لها بالتوجه نحو المدينة التي تحاصرها من الشرق وأيضا تحاصلها من الجنوب. فإذا تحصلت على مقر المدينة، وهي مدينة استراتيجية جدا، فمنها ستكون نقطة انطلاق من أجل توزع نحو الجنوب ونحو أيضا نحو الوسط نحو دنيبرو، وهذا ما سيسمح للقوات الروسية المضي قدما، خاصة في السيطرة على الجنوب وتأكيد والحصول على امتداد على الأرض إلى غاية القرم، وهذا ما تخطط له حسب آخر التقارير التي قالت أن القوات الروسية تحشد قواتها البرية والبحرية والجوية في اتجاه مدينة زاباروجيا، المدينة التي أكدت لنا سلطاتها المحلية أنها بصدد تكثيف خط دفاعي ثاني من أجل الدفاع عنها في حالة وصول القوات الروسية إليها، ورغم أنها أصبحت خلال الأيام الأخيرة وخلال هذا الأسبوع في مرمى الصواريخ الروسية التي تستهدفها لحد الآن. إذن القوات الروسية حاليا متفوقة على الأرض خاصة في الشمال بعد تقريبا حسمها لمعركة سيفيرودونيسك، وأيضا هنا في الجنوب بمحاصرتها لمدينة زاباروجيا. فيصل، سنبقى على اطلاع منك عن هذه التطورات الميدانية من زاباروجيا مفادنا عبد الجليل بردودي. شكرا عبد الجليل.